طارق من مصر معايا. ام طارق، البلد السلام بتستقبل، عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، البلد ايوه استاذ بتستقبل العام احمد، الجديد من الثوره ازاي؟ يا ترى الناس بخير والثوره حققت اهدافها ولا ايه اللي حاصل في مصر؟ بكره فازاي يعني هننزل ومفيش حد مع الشعب؟ احنا عايزين حد معانا، عايزين قائد يقف مع الشعب ويبقى جنب الشعب، لان كده كده حرام اللي بيحصل كده. احنا بقينا في قمع شديد شديد علينا، وبطلب من حد من القادة من الجيش يكون بيحب البلد وراجل وطني ويقف مع الشعب، ومفيش حد يمد ايده على اي حد ينزل. ويا ريت يا ريت، ولو هو اساسا الراجل ام طارق، ده هي راجل يسيب الثوره لنا التحرير، يا ام طارق، هي الثوره ليها يسيب لنا ميعاد. التحرير ننزل في التحرير. ام طارق، هي لكن الثوره ليها هو ميعاد. جبان، هو جبان وخواف. انت سامعاني حضرتك؟ سامعاني؟ الصوت مش سامع حضرتك. طب دلوقتي سامعاني كده؟ هي الثوره ليها ميعاد، يعني في ثوره بالميعاد لا لا، ولا؟ ملهاش ميعاد. انا بقول كده، انا بقول الثوره ملهاش ميعاد، هي مش شرط بكره، مش شرط، لان كده لا، الثوره دي هتيجي لوحدها، هتيجي لوحدها. الشعب ان شاء الله يثور، بس احنا عايزين نستعجل شويه. لو حد منهم هم يكون بيحب البلد ويقف مع الشعب، الناس كلها هتشيله على راسهم، هتشيله على راسنا. لكن مش عارفه، كلهم خونه، كلهم خونه، ده عايزين يبيعوا البلد بطريقه ما انا ما شفتش كده. شفتش دوله يموتوا في شعوبهم الا العرب. العرب احنا الارهاب، فعلا الارهاب جاي مننا احنا، من العسكر بتاعنا، هو الارهاب، اه هو اللي بيرهبونا احنا، فينا. يعني بيرهبونا احنا، مش هم الارهاب، العسكر بتاعنا هو الارهاب. بشكرك لكن جدا يا مطارق، بشكرك جدا. العسكر يجيد ارهاب الشعوب العربيه، العسكر العربي ده كلام ام طارق من مصر.